السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من قناتكم قناة التعلم السهل. اليوم سنقدم لكم الشابتر الأخير، شابتر 4 شابتر 4 من قصة The Iron Man. You have won, said the dragon. لقد فزت، قال التنين. I'll do what you want to know. سأفعل ما تريد مني. But I want to back. ولكني لن أعود إلى الشمس. To sun, the Iron Man asked the dragon. فسأله الرجل الحديدي. Why did you want to frighten the people? لماذا كنت تريد أن تخيبني؟ The dragon looked at the ground. فنظر التنين إلى الأرض. I don't know why. وقال لا أعرف لماذا أنا. He said, I'm so sorry. أنا آسف جدا. Then the Iron Man asked him, what can you do to show that you are sorry? ثم سأله الرجل الحديدي بعد ذلك، ماذا تستطيع أن تفعل للتنين للناس أنك متأسف على ما فعلت؟ I can sing, said the dragon. فقال التنين، أنا أستطيع أن أغني. God you can sing for us. فقال الرجل الحديدي، حسنا تستطيع أن تغني لنا الآن. Said the Iron Man, it will make the people happy. وهذا سيجعل الناس سعداء. I will sing the dragon. فقال التنين، سأفعل. So every night after that day. وذلك كل ليلة بعد ذلك اليوم. The dragon flew around the earth. كان التنين يطير حول الأرض. And sang. ويغني. The people looked up and watched the dragon. But they weren't frightened. They looked the song from the day the earth became a happy place. وكان الناس ينظرون إلى أعلى ويشاهدون التنين ولكنهم لم يكونوا خائفين وحبوا الأغنية، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الأرض مكانا سعيدا. Now the Iron Man was a hero and all the people liked him. He wanted back to his scrap metal yard and people sent him all the scrap car. والآن أصبح الرجل الحديدي بطلا وكان الناس يحبونه، ثم عاد إلى ساحة المخلفات المعدنية. Fridges and nails to eat. While he was eating, he listened to the dragon's song. Now that the people understood the Iron Man and the dragon, they were kind to them. And the Iron Man and the dragon were kind to the people. وأرسل له الناس السيارات القديمة والثلاجات والمسامير ليأكلها، وبينما كان يأكل كان يستمع إلى أغنية التنين. وبما أن الناس قد فهموا الرجل الحديدي والتنين فقد أصبحوا عطوفين عليهما، وكذلك أصبح الرجل الحديدي والتنين عطوفين على الناس. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الشابتر، وقد أتممنا هذه القصة
اللي هي كنا نتحدث عن قصة زايرون مان. كنا في أول القصة نتحدث عن رجل اخترع هذه القصة وهو تيد، يسمى تيد، كان تيد هيوز. اخترع هذه الشخصيات منها زايرون مان الرجل الحديدي وهوغرس ودراجون التنين. وكان هوغرس ولدا شجاعا وقويا ومفكرا جيدا، وقد استطاع ان يتغلب على التنين هو والرجل الحديدي. واكملنا القصة الى النهاية، وبهذا قد وصلنا الى نهايتها. كان معكم احمد ممدوح وعصام عوض. Goodbye for now. إلى اللقاء.